القرآن آمر وزاجر، حد فيه الحدود وسن فيه السنن وضرب فيه الأمثال وشرع فيه الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: اهدنا الصراط المستقيم. في هذه الآية الشريفة التي نتلوها يوميا مرارا عديدة في الصلوات وجوبا 10 مرات وأكثر من ذلك في أوقات شتى أو في النوافل، في هذه الآية الشريفة هناك محطات كثيرة يجب أن يتوقف عندها ويتدبر ويتفكر ويتأمل ويستضاء ويستنار. والغريب أنه رغم أن هذه الآية نعيشها ونعيش أجواءها وسورة الحمد والتوحيد كل يوم، لكن أكثرنا غافل عن الكثير من الدقائق واللطائف والإشارات والحقائق في هذه الآية وسائر الآيات. ومن اللطائف في هذه الآية الشريفة أنه هل الصراط المستقيم الذي ندعو الله سبحانه وتعالى يوميا وبإلحاح أن يهدينا إليه، هل الصراط المستقيم مقدمة أو هو ذو المقدمة؟ هل هو مطلوب لذاته مما يصطلح عليه بالواجب النفسي؟ هل هو مطلوب لذاته أو هو مطلوب لغيره مما يصطلح عليه بالواجب الغيري؟ على كلام في الفرق بين الغيري والمقدمي لا علينا به الآن. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط مقدمة وذي المقدمة، مطلوب لذاته أو مطلوب لغيره، نفسي أو غيري أو مقدمي. الظاهر مبدئيا يعني أن الصراط يعني الطريق، هل الطريق مطلوب لذاته أو مطلوب لغيره؟ يعني طريقك إلى مكة كي تحج بيت الله الحرام إن شاء الله، أو إلى كربلاء كي تزور سيد الشهداء مثلا، أو إلى يتيم كي تكرمه، هذا الطريق مطلوب لنفسه أو مطلوب لغيره؟ مطلوب لغيره. ولذا إذا أمكنك أن تصل للهدف بدون أن تطوي الطريق لكان الطريق أجنبيا بالمرة عن المطلوبية والمحبوبية والطلب والإرادة. إذن الذي يبدو حسب تقسيماتهم أن الأقسام هي قسمان: الشيء إما مقدمة أو ذو المقدمة، إما مطلوب لذاته أو مطلوب لغيره. لكن التحقيق يقود إلى وجود قسم ثالث، وهو المطلوب لنفسه والمطلوب لغيره في الوقت نفسه، فهو مقدمة من جهة وهو ذو المقدمة من جهة أخرى. وإذا هذا دبرنا به تنحل الشبهة الآخندية المعروفة في مقدمة الواجب، وأنه شلون تستحق عليها العقاب أو الثواب في مقدمة الواجب، وكيف تستحق عليها
الثواب أو مقدمة الحرام وكيف تستحق عليها العقاب إذا هي متمحضة في الطريقية ومنهي عنها لغيرها، فالعقاب على الغير سيكون. إذا هي متمحضة في الطريقية والثواب لغيرها فالثواب يكون على الغير. هذا جوابنا الآن في الواقع يشكل إحدى الإجابات عن هاي الشبهة الآخندية المعروفة، وحققناها شوية بتفصيل أكثر في محلها، الآن مجرد إشارة بمقدار ما يقتضي البحث، فقط إشارة عامة. القسمة ليست حاصرة بين الطريق وذو الطريق، بين المقدم وذو المقدم، وإنما قد تكون هناك أشياء بتعبير آخر فيها مصلحة ذاتية ولذا هي مطلوبة لذاتها، وفيها مصلحة غيرية هي تقع مقدمة لمصلحة كبرى أخرى فهي محبوبة في نفسها ومحبوبة لغيرها، أو تسري المحبوبية من غيرها إليها على رأي. نمثل ببعض الأمثلة الآن. إذا أنت نصبت السلم للصعود إلى السطح، شنو المطلوب لذاته؟ الكون على السطح هو المطلوب لذاته مثلا يعني، أما نصب السلم فلا موضوعية له ولا محبوبية ذاتية له، ولذا إذا أمكن أن تطير فرضا أو تقفز كل شيء ممتاز. فتارة يكون المطلوب هو الغير وهذا الصرف مقدمة فلا قيمة ذاتية له إطلاقا، وتارة يكون الشيء مطلوبا بنفسه بما هو، مثلا العلم، العلم قيمته نفسية، العلم نور، العلم في حد ذاته نور، يعني نعلم بأن الله واحد أحد فرد صمد، حتى إذا هذا ما غير من سلوكنا شيئا، يعني أفرض فد مشرك صادق وفد مؤمن هم صادق في كلامه، مشرك لا يخون، أنا هم ما أخون، أتميز عليه بشيء؟ نعم أتميز عليه بشيء، وأنني موحد وهو مشرك، مثل ما واحد عالم بالفيزياء والآخر جاهل، عمليا قوانين الفيزياء تحكمهما جميعا، لا ذاك العالم الفيزياوي أينشتاين أو غيره يستطيع أن يطير هيك مفردة بالهواء ولا أنا أقدر أطير، قوانين الفيزياء تحكمنا جميعا لكن هو أفضل مني من ناحية العلم، يعني هو أفضل مني، وهكذا أهل المجرة. فبعض الأشياء مطلوبة لغيرها، بعض الأشياء مطلوبة لنفسها، مثل الصلاة مثال آخر، العلم مثال مطلوب لنفسه، علوم العقائد وهكذا. وبعض الأشياء مثال آخر أفرض الصلاة، الصلاة مطلوبة لذاتها طبيعيا. فإذا لاحظنا هذا الأمر راح نكتشف أمر ثالث أيضا هو وجداني وفطري، أن بعض الأشياء هي مطلوبة لذاتها لمصلحة ذاتية فيها، ومطلوبة لغيرها لأنها تمهد الطريق لمصلحة أكبر أو فلتكن مساوية، لا يفرق في موطن كلامنا ها هنا. الصلاة من هذا القبيل، هي مطلوبة لذاتها، هي الصلاة في حد ذاتها أمر محبوب الله يحب، ثم بعد ذلك الصلاة تدخلك الجنة فهي مطلوبة لغيرها أيضا، الصلاة مو طريق للجنة، فمطلوبة هي لذاتها ومطلوبة هي لغيرها، ففيها مصلحة ذاتية وفي أن تكون في الجنة مصلحة ذاتية كبرى طبعا، بدل أن يكون الإنسان في الأعراف اللي هي مصلحة أدنى أو في صحراء المحشر أو في نار جهنم والعياذ بالله. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أليس كذلك؟ إذن صارت لها جنبة طريقية أيضا، فهي مطلوبة لذاتها ومطلوبة لغيرها، إذا صليت فهي تنهاك عن الفحشاء والمنكر، حسنا إذا شخص يصلي ولا تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة بعد مو واجبة عليه؟ لا واجبة، لأن مو متمحضة في الطريقية، يعني واحد يصلي والعياذ بالله وصلاته لا تردعه عن الكذب عن الغيبة عن النميمة والعياذ بالله، عن النظرة الأجنبية وغير ذلك، الرشوة الاختلاس الغش الخداع الربا وغير ذلك. فرضا لو صلاته ما كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر تسقط عن الوجوب؟ لا تسقط عن الوجوب. وكذلك في مثال آخر العلم اللي احنا مثلنا أن له قيمة ذاتية أيضا له قيمة طريقية، قلنا لو تجرد لكفى، لكن عمليا العلم له قيمتان،
قيمة ذاتية وقيمة طريقية. يعني مثلا واحد يدرس الجامعة، ليش يتفرغ من الجامعة؟ ليش يدرس بالجامعة حتى بعدين يتوظف؟ كي يعيل أهله ويصون وجهه. فإذن هذا العلم عنده جنبتان، جهتان، هم هو له موضوعية، هو قيمة، الطبيب في حد ذاته له قيمة، حتى لو حبسي بالسجن، أكبر العلماء ذا يحبسوا بالسجن، فلا ينتفع من علمه، يسقط عن القيمة الذاتية، ما يسقط عن القيمة الذاتية. وهذا من الأجوبة، هذا استطراد بس ما يخالف نشير إلى الآن خطر بالبال، من الأجوبة على قيمة مثل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. 18 سنة كان عمرها قتلت. البعض يسأل شنو فائدتها الوجودية إلا؟ لا، القيم لا تقاس بالفوائد حتما وبالضرورة، قيمة ذاتية. لو عمرها السنة أيضا كانت تقتل كانت لها قيمتها الذاتية. المحسن السقط له قيمة ذاتية، له قيمة ذاتية وإن كان سقطا عندما قتل. فمثل ما مثلنا إذا الإمام الكاظم عليه السلام 14 سنة بالسجن، يعني سقط عن القيمة الذاتية؟ لا. الذهب تحت الأرض سقط عن القيمة الذاتية؟ الذهب وين؟ التراب وين؟ وإذا أنت انتفعت منه فتضاف قيمة إلى قيمته، أما لو لم تنتفع فإنه لا تسقط قيمته الذاتية عن القيموية إن صح التعبير. وهذا يفسر لنا، لاحظوا هنا نجاب الآخوند أيضا بس كإشارة بسيطة طبعا بدون التواقل في إن قلت وقلت وقلت كذا، يفسر لنا الأجر في المشي لزيارة الإمام الحسين عليه السلام إلى قيمة ذاتية وطريقية. الآخون تصور بأنه المشي قيمته طريقية فما له ثواب، فلذا يقول الثواب، يفسر يخرجه بتخريج آخر، يقول الثواب تفضل من الله. نقول لا، هو طبعا كل فضل من الله، كل شيء فضل من الله، بس باستحقاق ذاتي في هذا العمل، مثل الصلاة الله يتفضل عليك بالثواب كله فضل، لكن أكو شيء في الصلاة يقتضي أن يتفضل الله عليك بها بالثواب. زيارة الإمام الحسين عليه السلام مطلوب ذاتا تفيد الثواب، المشي شلون؟ صرف مقدم، لا، مطلوب ذاتا وطريقا، ولذا الثمرة وين تظهر؟ إذا واحد يقدر يمشي كم خطوة مع المشاية بس ما يقدر يوصل إلى كربلاء، يمشي لو ما يمشي؟ يحصل الأجر لو ما يحصل الأجر؟ يحصل الأجر، يمشي خطوات ما يقدر يروح إلى كربلاء للزيارة. خب خلينا نقول يقف على السطح، فليقف على السطح ويسلم، يقول السلام عليك يا أبو عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، هذا هو مستحب كما موجود في الروايات. خب هذا يقدر يسوي؟ لا، خلي يمشي خطوات أيضا، فليقول هذه الكلمات وليمشي خطوات، هذه لها قيمة ذاتية وطريقية أيضا. فهذه المقدمات التي ترتب عليها الثواب في صريح الروايات وفي وجداننا أيضا احنا نشوف هذه، لأنه لها قيمة ذاتية. يعني واحد إذا درس دراسة جيدة هو نفس هذا يستحق الأجر، يعني يستحق التشجيع. واحد بالفعل كان طالب مجد نشجع، هسه ما علينا بالأهداف المستقبلية، يمكن باكر يموت هو، بس هو يستحق التشجيع الآن. وإن لم يتجلى علمه تجليات عملية فليكن ذلك. فد واحد مريض يموت بعد ساعات يتعلم كم مسألة شرعية، زين لو مو زين، كما في القصص المعروفة عن بعض العلماء، السيد الأخ الأكبر رحمة الله تعالى عليه نقل بعضها ويملع له سمع، يريد يموت يتعلم مسألة إرث الأجداد الثمانية يبحثها، المسألة معقدة هي، وبعد شوية مات. فقال له أنت قاعد تموت شو تفيدك إرث أجداد الثمانية؟ هي يندر أن يسأل الإنسان عنها، فكيف هو ده يموت؟ فقال أن أعلم هذه المسألة وأموت أفضل، أو أن لا أعلمها وأموت. يا هو وطمعا يعلمها ويموت. واحد فد رواية جديدة يتعلم ويتوفى أفضل، أو يكون غير عالم بها مثلا يعني. فإذن بعض الأشياء مطلوبة ذاتيا وطريقا. الصراط المستقيم هو من هذا القبيل، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط بنفسه مطلوب ولغيره مطلوب أيضا. الصراط إلى جنبة أو جهة ذاتية موضوعية هو في حد ذاته مطلوب، الله يحبه ويحب أن تسلكه، نظير المصلحة السلوكية المعروفة، ويحب ذا الطريق أيضا.
هاي النقطة الأولى. مزيد من التوضيح لهذه النقطة الأولى في ضمن النقطة الثانية اللي تلقي الضوء أكثر على تحليل هذا الذي ذكرناه، أنه شلون الصراط المستقيم هم له جهة موضوعية هم له جهة طريقية، فهو محبوب لذا. ولذا تشوفون الله يقول اهدنا الصراط المستقيم، ما قال اهدنا ذا الصراط. وعندنا صراط، صراط يعني الطريق، عندما يوصلك إليه الطريق، الطريق يوصلك إلى الهدف. زين، ليش ما قال اهدنا للهدف، اهدنا للغاية، اهدنا للتوحيد؟ يقول اهدنا الصراط، لأن الصراط له الموضوعية أيضا. طبعا ولا أجوبة أخرى لعله إذا شاء الله تأتي لاحقا. النقطة الثانية، نذكر بعض الروايات في تفسير الصراط المستقيم ثم ننطلق للنقطة الأخرى اللي هي تتم للإجابة على السؤال الأصلي اللي طرحناه في هذه المباحث. الروايات تفسر الصراط بتفسيرات مختلفة، ظاهرها مختلف، لكن هي كلها عند التحقيق شوفون هو طيف واسع. يعني الصراط المستقيم له تجليات مختلفة، الصراط المستقيم له مصادق متعددة، الصراط المستقيم له عرض عريض، له نطاق واسع. فهذه الروايات ليست متناقضة بل هي متكاملة، يعني كل منها يذكر جهة من الجهات، من جهات الصراط المستقيم، مصداقا من المصادق. اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ في بعض الروايات اللي سنتلو عليكم بعضها إن شاء الله، الصراط المستقيم هو كتاب الله، القرآن الكريم. الصراط المستقيم شنو هو؟ كتاب الله. اهدنا الصراط المستقيم، زين، كتاب الله مطلوب لذاته ولغيره الثانون، هم مطلوب لذاته. لذا واحد يقرأ القرآن بثواب، يعمل به بثواب ثاني، يعني ثوابان مو ثواب واحد. تلاوة القرآن مستحبة وفيها الأجر، العمل به خواجب وفيه الأجر، وبمستحباته مستحب. فالصراط المستقيم فسر في بعض الروايات بالقرآن الكريم، الصراط المستقيم فسر في بعض الروايات أيضا، يقول الإمام الصادق عليه السلام نحن والله الصراط المستقيم. وهذا مع القاعدة أني تارك فيكم شنو؟ الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترة أهل القرآن الكريم والصراط المستقيم. رسول الله وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم جميعا هم الصراط المستقيم، أحدهما يكمل الآخر كجناحي الطائر مثلا، يعني وكجناحي الطائرة لا يمكنك أن تحلق بأحدهما، وإلا كان السير متعرجا آيلا للسقوط والدمار. فالصراط المستقيم حسب تعبير الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ونحن والله الصراط المستقيم. الإمام الصادق أيضا عليه الصلاة والسلام يقول الصراط المستقيم صراط الأنبياء، يكمل بعضها بعض، نفس صراط إبراهيم النبي عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام، صراط إبراهيم وصراط محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. في بعض الروايات الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين، ونفس أمير المؤمنين هو الصراط المستقيم، الكتاب الناطق. عندنا كتاب صامت هو الصراط المستقيم، هذا يدلك على الله. شوف أمير المؤمنين عليه السلام وين يأشر، اركض امشي اجري اسعى انطلق، نفس حركاته صراط المستقيم، قوله صراط المستقيم، فعله صراط المستقيم، تقريره موعدنا الحجج ثلاثة، قول وفعل وتقرير المعصوم، قوله وفعله تقريره صراط المستقيم. ففي بعض الروايات الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين عليه السلام ومعرفته. إذن نفس الأمير صلوات الله وسلامه عليه صراط المستقيم، واحد معرفته صراط المستقيم. هاي المعرفة لها جهة ذاتية ولها جهة طريقية، يعني معرفته هي في حد ذاته هذا مقام. كلما ازداد الإنسان معرفة بمقام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بفضائله، بمناقبه، بسيرته، بجهاده، بعطائه، بإنتاجه العلمي المعرفي العملي، ازداد كمالا. شو واضح؟ إذن معرفة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حد ذاتها كمال، في حد ذاتها فيض، في حد ذاتها محبوبة ومطلوبة ومرغوب إليها ومندوب إليها ومحبذة، كما أنها
في جنبة طريقيتها أيضا مطلوبة ومحبوبة. ولذلك نحن في كتاب شعاع من نور فاطمة يمكن أن تراجعوه ذكرنا بأن الحب له قيمة ذاتية. البعض يقول شلون يعني شلون كيف يمكن أن يقال حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، شلون يمكن ذلك؟ الحب له موضوعية، حب الله له موضوعية. هسه إذا واحد يحب الله حقيقة، أكو بعض الناس شايفين يهتز قلبه من حب الله. الإنسان لازم يراقب نفسه، يشوف عندما يذكر الله سبحانه وتعالى أو في الصلاة يهتز قلبه حبا لله، هذا صدق خوش إنسان وفي مرتبة من الكمال لا بأس به. أو لا يعني عادي يمر على ذكره مرور الكرام أو غير الكرام. الحب له قيمة ذاتية، أن يحب الإنسان الله سبحانه وتعالى، أن يحب الإنسان رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا وأهل المجرة. بين قوسين أيضا لا بأس نذكر أن أحد العلماء في مجلس أحد العلماء استغرب من هذا الحديث، فسأل أنه شلون يمكن يعني حب علي حسن لا تضر معها سيئة، كيف يمكن ذلك؟ قال زين ذاك العالم، قال نشقق الكلام إلى شقين. الشق الأول بأنه هل حب أمير المؤمنين عليه السلام فضيلة يعني شيء مطلوب؟ والروايات عند الشيعة والسنة تصرح بأن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتبر أصلا حب علي بقياس الإيمان والنفاق، فهو واجب وأنه بس مستحب. فقال له هل تقبل بأن هذا الحب حسن؟ قال طبعا أقبل. قال له الشق الثاني أن الحسنات يذهبن السيئات، الآية الشريفة كملت بعد، يعني المعادلة كلش واضح. إذا هي حسنة والله دا يصرح في القرآن الكريم، يعني الصغرى والكبرى، يصرح في القرآن بالكبرى أن الحسنات يذهبن السيئات، كما أن الاستغفار يمحي السيئات، يمحو أو لا يمحو؟ يمحو. وحب أمير المؤمنين عليه السلام يمحو، طبعا بشرط أن لا يزول، لأنه واحد هذا لا يجرأ على المعصية يقول أنا أحب أمير المؤمنين عليه السلام فألا أفعل ما أشاء. لا، الإنسان كلما عصى لا سمح الله معصية هذا نور الحب يخبو ويخفت، حبه مشوي يقل. إلى أثر وضعي، أثر وضعي عكسي ارتدادي. هذا اللي صدق يحب ما يعصي. لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن أحب مطيعه. ثم إذا عصى حبه بنفس النسبة يقل. أصلا إذا واحد نظر إلى أمرأة أجنبية، صور أنا نمثل مثال لا سمح الله، تروح تصلي ذهنك يشرد إلى شنو؟ إلى جمال هاي المرأة الأجنبية، قد هو قبيح بس ما علينا، أنا قبحة بنفس هاي النسبة يأثر. بدل ما يستغرق الإنسان في الله وفي العبادة، صورة امرأة أجنبية تتجلى في عينه أمام ناظريه وفي مخه وفي قلبه. فكيف إذا باليوم والليلة في التلفزيون وغير التلفزيون عشرات من الصور لا سمح الله تنطبع في ذهنه، حتى لو قلنا أنه شرعان كان جائزا، يعني نظرة بدون ريبة ولذة وخوف افتتان بدون ذلك كله، بالمقدار المتعارف مما يعني تظهره، المقدار القليل جدا، لو قلنا أنه في التلفزيون فرضا جائز، بس هذا أثر وضعي، الحب فورا ينقص وينقص وقد يزول، فتزل قدم الإنسان لا سمح الله إلى جهنم لا سمح الله. إذن نقول هذه روايات مختلفة، نقرأ بعضها ثم نتم الكلام في الإجابة على السؤال العام. الرواية مسندها صحيحة، رواية علي بن إبراهيم، قال أبو عبد الله عليه السلام: نحن والله سبيل الله الذي أمر الله باتباعه، ونحن والله الصراط المستقيم، ونحن والله الذين أمر الله العباد بطاعتهم، فمن شاء فليأخذ من هنا ومن شاء فليأخذ من هناك، يعني يشرق ويغرب ويترك الصراط المستقيم، يروح يصير منا منا كحداثة ويماري كذا شيء فلان سياسي إلى آخر، يترك طريق أهل البيت عليهم السلام من فعل ذلك يعني. ونحن والله الذين أمر الله العباد بطاعتهم، فمن شاء فليأخذ من هنا ومن شاء فليأخذ من هناك، ولا تجدون والله عنا محيصا. إذا تريد طريق للجنة طريقك هو الصراط المستقيم، هو أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرواية الثانية يقول، هذا ابن عباس، ليست رواية وإنما رواية المعنى اللغوي،
عبد الله بن عباس في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال قولوا معاشر العباد، يشرح الآية، أرشدنا إلى حب محمد وأهل بيته. وفي تفسير الثعلبي هذا من علماء السنة من أهل العامة يقول في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال صراط محمد وآله. هناك روايات أخرى عديدة منها قوله عليه السلام اهدنا الصراط المستقيم قال الطريق ومعرفة الإمام، فالطريق هو بنفسه صراط المستقيم. وفي رواية أخرى الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين ومعرفته. نكتفي برواية أخيرة، هذه الرواية يرويها أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحارث المعروف الهمداني يقول دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام فقلت يا أمير المؤمنين إنا إذا كنا عندك سمعنا الذي نشد به ديننا، أنت تقوي إيماننا. واحد يجي عند أمير المؤمنين عليه السلام الكلمة الواحدة يسمعها من بل النظرة الواحدة على وجه المبارك الملائكي هذه تشده إلى الدين، تربط على قلبه. إذا عنده نوع من الشبهات والتشكيكات أصلاً إلى أثر وضعي أن يكون الإنسان بمحضر الأمير عليه السلام، وحتى لو كان في الحرم له درجة من ذلك الأثر الوضعي. فقلت يا أمير المؤمنين إنا إذا كنا عندك سمعنا الذي نشد به ديننا، وإذا خرجنا من عندك سمعنا أشياء مختلفة مغموسة لا ندري ما هي، كل واحد يحشف الشكل. قال أوقد فعلوها يعني دلسوا في الدين لأنه وضعوا في الدين؟ قلت نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أتاني جبرائيل فقال يا محمد ستكون في أمتك فتنة، فتنة الآن ماكو فتن، فتن فكرية، فتن سياسية، فتن اجتماعية، فتن حقوقية، في مختلف الأبعاد اكو فتن. فهذا اسم جنس المراد بها مو الفرد، يعني فتنة واحدة. ستكون في أمتك فتنة. قلت فما المخرج منها؟ فقال كتاب الله فيه بيان ما قبلكم من خبر وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من وليه من جبار فعمل بغيره قسمه الله. ذول الطغاة اللي يعملون بغير كتاب الله. كتاب الله يقول أمرهم شورى بينهم ويسحق الشورى ويعمل بالاستبداد، يقول أنه يحرم على الإنسان ما نتيجته أنه واحد يصادر أموال الآخرين ويسرقها ويفرض الضرائب على كل شيء من الكهرباء إلى الماء إلى الأراضي إلى الاستيراد إلى التصدير إلى غير ذلك. من وليه من جبار فعمل بغيره قسمه الله، ومن التمس الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، إلى آخر الرواية اللي ينبغي أن تطالع بأكملها. إذن الصراط المستقيم فسر في الروايات بتفسيرات عديدة يكمل بعضها بعضا. ننتقل إلى النقطة الأخرى أو المحطة الأخرى في الحديث حول هذه آية الشريفة اهدنا الصراط المستقيم. قلنا السؤال الذي قد يطرح أن هذا من طلب الحاصل، من اللي قاعد يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ مو الكافر، لو قاله لما ورد هذا الإشكال، لكن المؤمن الموالد يقول اهدنا الصراط المستقيم. وأجبنا بأجوبة ثلاثة. قلنا أولا يراد في عمود الزمن، في امتداد الزمن، اهدنا الصراط المستقيم أي يعني في اللحظة الثانية والآتية والثالثة والرابعة والخامسة وهكذا. فهو مهتد بالفعل ويريد استمرار الهداية في المستقبل أيضا، فالمراد العلة المبقية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه اهدنا الصراط المستقيم يراد الدرجات الكيفية، يعني مو الجانب الكمي وإنما الجانب الكيفي. فالإنسان المهتدي ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فهذا هو الجواب الثاني وقد فصلناه على أنه ينشعب إلى جوابين سيأتي إن شاء الله بيان ذلك.
الجواب الآخر اللي ذكرناه أن المراد من الهداية الهداية التكوينية، فإن الإنسان المهتدي هداية تشريعية يحتاج أيضا إلى هداية تكوينية. هذه الأجوبة الثلاثة مضت. وأما الوجه الرابع، يمكن راح نذكر 7 أو 8 وجوه بالنتيجة إذا يسر الله، اللي كاتب 10 وجوه لكن لعله ننتخب منها 7. الوجه الآخر اهدنا الصراط المستقيم، هذا بلحاظ يدققوا فيها، بلحاظ التجليات المتجددة للصراط المستقيم، مو للصراطات، ها ما عندنا صراطات. الغريب إذا تلاحظون في القرآن الكريم الصراط لم يأتي جمعا مطلقا، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقابله ما يقابله بالصراطات، يقابله بالسبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا ما قال الصراطات، ولا تتبعوا السبل، يعني فورا في المقابل لا يقع، ما عندنا صراط واحد مثل الكل المنحصر بالفرد. الكل المنحصر بالفرد بعد ما له ثاني من نوعه، وإن كان لغويا يمكن جمعه لكن هو واقعيا لا يمكن جمعه، لا ثانية له، ليس في الدار غيره ديار. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، الصراط واحد لا يمكن أن يتكرر ولا أن يتثنى، لكن مصاديق قد تتجدد، له مصاديق. وهذا البحث بحث لطيف، ولهذا البحث أيضا أبعاد. الآن يمكن اليوم بعض أبعاد نذكرها. اهدنا مثلا في رواية لم أتلها عليكم، اهدنا الصراط المستقيم يعني في الفتن، ربما تلوتها في الفتن. إذن فتن تحدث، فهنا أنت تحتاج إلى هداية جديدة في هذا الموضوع المستجد. في الأحكام، الأحكام ثابتة، الأحكام ذكرها رسول الله محمد المصطفى، بعد ماكو حكم جديد. ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، إلى آخر كلامه صلى الله عليه وآله. والأئمة ذكروا من طمس منها ومن دثر على حسب رأي، أو أسسوا على حسب ما استودعوا على حسب رأي آخر. فالأحكام ما فيها تجدد، لكن المصادق تتجدد. المصادق يعني تجليات الصراط المستقيم في عدة أبعاد تتجدد، ومنها هذا لطيف وغيره لطيف أيضا كما سنذكر واحدة واحدة. في التحديات المتجددة، كل إنسان يعاني ويواجه في حياته تحديات مختلف. شنو الصراط المستقيم فيها الآن؟ الآن أنت مثلا أكو خياران أمامك، أنت هاجر إلى أمريكا أو إلى لندن فرضا بريطانيا، أو تبقى هنا. هذا الشاب الموجود في بغداد أو في النجف أو في الخليج أو في غيرها، خياران. بالفعل تحير، هو يحتاج إلى هداية للصراط المستقيم. يا هو الصراط المستقيم أن يهاجر، هذا يحفظ عليه دينه ويربحه آخرته ودنياه، أو يفقده آخرته ودنياه، أو يفقده آخرته دون دنياه، أو بالعكس، أو يبقى هو الأفضل. بعض الناس إذا يبقى ينحرف، بعض الناس هكذا. ولذا الآية الشريفة تقول الذين توفاهم الملائكة شنو؟ ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن بعض الناس إذا يبقى في بلده فإنه يفقد إيمانه، لأنه يخضع للظالم. هاجر، خليه يكون أستاذ في الحوزة، خليه يكون طالب في الحوزة، فليكن فرضا مرجع تقليد، فليكن أستاذا جامعيا. إذا يشوف بأنه الحكومة بمختلف الطرق، بتزوير وضغط وإكراه وإغراء، هالطرق الثلاثة بالمغريات المختلفة يحاولون يجروا إلى شباكها ويهاجر، ما تقدر تقاوم، هاجر. وهذا له تفصيل أن لا ندخل به. فأحيا الصراط المستقيم شنو الآن لهذا مرجع التقليد أو لهذا المقلد أو لهذا الطالب الجامعي؟ هل أن يهاجر أو أن يبقى؟ تحدي ويحتاج إلى هداية. خلي تعلق قلبك، كثير من الناس تشوفون عندما يريد يهاجر السهم ما هو يتخذ القرار أو يستشير 5 6 بس تتمسك بهاي الآية، يعني فليتعلق قلبك بالله تعالى. هيا قرأ اهدنا الصراط المستقيم، يا رب حقيقة مصلحة أكو هاجر، ماكو مصلحة هاجر.
إذا واحد صدق علق قلبه بالله، وأيضا العوامل الظاهرية استوعبها، يعني المشورة بالمقدار الكافي استشار، الله راح يرشده وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. عبادتي فسرت بدعائي هنا بقرينة السياق أيضا. كثير من بعض طلاب الحوزة شايفين تقترح عليهم أنه يجي يصير موظف في الدولة، ولو موظف في مرتبة رفيعة، هو بالفعل تحير، مو فد موظف عادي، لا يشوف عنده دور بالفعل زين، هل يستمر في الدراسة الحوزوية كي يبلغ مراتب أعلى، كي يكون عطاؤه أكبر، أو يروح الآن يكون عنده دور فعلي وإنتاج خارجي منجز. كثيرا ما الإنسان يتحير، خلي يتمسك بالدعاء، يا رب اهدنا الصراط المستقيم، حقيقة شنو الأصلح لي، يمكن أبقى بالحوزة وأدرس أكثر ثم لا سمح الله الشخص ينحرف، أو يدرس أكثر وبعدين يموت ولما يثمر ولما تؤتي شجرته ثمرتها، وهكذا وأهل المجر. وكذلك في مختلف الأمثلة، نضرب مثال عملي لطيف من الخارج. كثير من الإخوة المؤمنين يسألوني كما يسألون غيري طبعا، أنه هناك تدرون في الغرب الأبواب مشرعة مفتوحة، يستطيع الشخص أن ينتمي إلى هذا الحزب، حزب العمال أو حزب المحافظين، الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، وهكذا أهل المجرة. فأمام المسلمين خياران، ثلاث خيارات: أن ينتمي لهذا الحزب، أن ينتمي لذاك الحزب، أن لا ينتمي، يا هو صراط المستقيم، يا هو اللي يحافظ على إيمانه ويقدر يدافع به عن حقوق أمته ووطنه ودينه، يا هو الأفضل. باب التزاحم، إذا أنت ما تشارك ما تدخل في هذا الحزب، خل يهود هم اللي يقبضون أزمة الأمور، لأن اليهود منخرطين بقوة ونشاط وحماس في هاي الأحزاب، ويوجهون دفتها أيضا فيما هو الضرر على الإسلام والمسلمين. إذا أنت تنخرط، يعني ذاك الشيعي ينخرط، خشوية أكو بي بعض المحاذير باب التزاحم عندما ينخرط في هذا الحزب، وهذا الحزب له سياسات أيضا ضد الإسلام، وهو ما يقدر يحول دون كل شيء. ثم أكو نسبة من الاختلاط، وأكو كثير من المحاذير الخارجية، مو محذور ومحذوريا، من حيث المجموع بالنتيجة هذا الأصلح أن يدخل في باب التزاحم. الأهم يا هو، المهم يا هو. البعض كلش عندهم شجاعة يشيت، خطأ. البعض كلش جبناء يحجم، هذا خطأ. مقتضى القاعدة هي العقل والحكمة والمشورة المستفيضة في ضمن خطة متكاملة مع التمسك بحبل الدعاء. يعني بالفعل هذا إذا الصدق صار على مفترق طرق، يشوف من جهة إذا دخل يمكن أن ينتخب في البرلمان في الكونغرس فرضا، ويكون منشأ أثر يحول دون كثير من الفجائع بشكل أو بآخر. ومن جهة ثانية، وكذلك هذا السؤال أكثر إحراجا، يصير جندي في الجيش الأمريكي مثلا، يعني أكو مسلمين الآن جنود، فهذا شرعان يسأل الفقيه جائز لو حرام لو واجب، ثلاث خيارات، بل خياران، إما واجب وإما حرام. وهنا القضية تتبع جملة من العناوين المتزاحمة في شخصيته هو وكفاءاته هو وفي الوضع العام وفي هذا مقيس ذاك، وضع الجالية هنالك، وغير ذلك مما لا مجال الآن للإضالة حوله. إذن نحن في مقابل الخيارات الصعبة التي تواجهنا في الحياة، وفي مقابل التحديات المصيرية، علينا أن نلجأ فيما نلجأ إلى اهدنا الصراط المستقيم، يعني في الموضوعات المستجدة في الخيارات الصعبة. ومن الأشياء اللي لعل الأكثر غير مطلع عليها مع الأسف، أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه له دعاء تلجأ إليه في الملمات. يعني إذا واحد كثيرا ما الإنسان يتحير، شايفين أنا أقول حتى في الاجتهاد، يعني الفقيه قاعد، أنتوا الآن الحمد لله كثير منكم في الطريق أو بعضكم مجتهدون أيضا، قاعد بيفكر يجتهد في مسألة من المسائل، أيضا يستحضر في ذهني هذا المعنى: اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الاجتهاد المستقيم، خليني على الدرب وسكة الصراط المستقيم الاجتهادي، لا يشط بي الاجتهاد عن الدرب ولا يخرجني عن المسيرة، فاجتهادي ينتج العكس النقيض، فأكون مسيئا من حيث أتوهم أني محسن. إذا واحد وهو يطالع فكر واستحضر هذا المعنى وربط قلبه بالله تعالى، اهدنا الصراط المستقيم، الاجتهاد أمر شائق جدا،
بالنتيجة بفروج بدماء بأموال بمصير إسلام ومسلمين، خاصة في الشؤون العامة إذا كانت، وإذا واحد ينسحب هي مشكلة، إذا يدخل هم مشكلة. نفس هذا أنه ينسحب أو يدخل يحتاج إلى توجه إلى الله، توسل إلى الله، توسل بالله وبأهل البيت عليهم السلام، اهدنا الصراط المستقيم. شنو هذا الموقف، الفتنة، الحدث العام اللي حدث، شنو الموقف الأنسب منه؟ أنا أنسحب كاملا كرجل دين أو كطبيب أو كأستاذ جامعي، أو أتدخل وكيف أتدخل وشنو الموقف؟ الإمام عليه من الله الصلاة والسلام يقول يرشدنا إلى الدعاء، هذا الدعاء حاولوا تحفظوه اللي ما حافظه، وأيضا تكرروا يوميا مرة مرتين 5 مرات 10 مرات، وكلما عنا لكم وعرض لكم طارئ يعني وتحدي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور، الله هو المحيط بالمآلات، إذن أستخيره أطلب منه الخير، ما هو خير لي يدفعني له ويوجهني إليه ويسوقني إليه أو يقودني إليه، اللهم أني أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور، اللهم إن كان الأمر الفلاني، وتنوي هاي العملية الاجتهادية أن تروح تتوظف أو تدرس أو تصير طبيب أو مهندس أو محامي أو صحفي أو غير ذلك، عيش يتزوج، حتى في الزواج شايفين حسب تعبير أحد العلماء كان يقول لي الزواج مغامرة مجهولة العواقب، شايفين كثير من الناس يتصورها خوش بنية نعمة الفتاة، بعدين تظهر الأمور بالعكس، هي الفتاة تتصورها خوش رجال، بعدين يطلع فد واحد شرير والعياذ بالله، هكذا الزواج كان يقول مغامرة، يعني حتى إذا أنت ضبطت الأمور يعني رحت حققت عنها، إذا واحد بدون تحقيق هاي الزواجات اللي تنجم من حب عابر خطر بشكل رهيب، يعني لا، إذا حقق عنها فاطمأن إليها ولا أسرتها وكانت في منبت صالح، مع ذلك ما هو ضمان، فكان يقول الزواج مغامرة، واللي حصل زوجة صالحة لازم كل يوم يشكر الله 1000 مرة، اللي إحنا مع الأسف إذا النقمة صارت علينا هاي نضج ونعج، يعني زوجته طلعت امرأة لا سمح الله بذيئة، بذيئة اللسان، سليطة اللسان، أما زوجته صالحة أصلا ما يشكر الله، لازم اليوم 1000 مرة يشكر الله ويشكرها أيضا على وتشكره أيضا. الزواج كان يقول مغامرة، وكان يقول أنا إيش ما فكرت هذا العالم وهم من المفكرين، يقول أنا صار لي يمكن 50 سنة أفكر أنه هاي المغامرة شلون نضمن عواقبها، يقول ما سويت حل إلا الدعاء، بس بعد الظواهر الطبيعية طبعا كما قلنا المشورة والتحقيق، اهدنا الصراط، يريد يتزوج ابنه اهدنا الصراط يا رب، إذا بالفعل هذا مصلحة ضمان دينه ودنياه ودنياها والأولاد بذلك فيسر أمر هذا الزواج، وإلا فحل دونه بمشيئتك، اللهم أني أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور، اللهم إن كان الأمر الفلاني قد نيطت بالبركة أعجازه وواديح، اللهم إن كان الأمر الفلاني قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديح وحفت بالكرامة أيامه ولياديح، فخر إلي اللهم فيه خيرة ترد شموسه ذلولا وتقعب أيامه سرورا، اللهم إما أمر فأتمر وإما نهي فأنتهي، اللهم لاحظوا، اللهم إما أمر فأتمر، الأمور بيد الله، ومن يتوكل على الله صدق يتوكل على الله، مو يتوكل على أبوه، يتوكل على أبيه أو على الفلوس اللي عنده، كثيرا ما احنا قلبنا قوي أنه عنده بالبنك رصيد أو عنده ما يوجه يقدر يقترض، مو اسمه توكل على الله، هذا صورة توكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فالشموسم يعني الشدة، هي معرب شموش بالفارسية، هاي الكلمة من الكلمات العربية الفصيحة الجميلة، لكن أصلها هي فارسية كما يقال، بل اللهم إما أمر فأعتبر وإما نهي فأنتهي، اللهم إني أستخيرك برحمتك خيارة في عافية، 3 مرات، اللهم إني أستخيرك برحمتك خيارة في عافية، خير اللي وفي عافية، أحيانا الله يختار لك الأحسن بس أبو جدك كم يطلع، أحيانا هيك يصير، يعني
يعني الهدف الغاية النتيجة كلش زينة كلش ممتازة، بس في الطريق يتدمر الإنسان، مرض ومشاكل وكذا وشي. فالمرة الله لا يسهل، يعني يسهل لك تصل للغاية، تصير أعلم العلماء، أزهد الزهاد، أفضل الأطباء والمهندسين، والطريقة ما تكون سالكة. لا واحد منافس يجي وحاسد يجي يأذيك ويدمرك ويحرق عليك ممتلكاتك أو يلوث سمعتك في المجتمع أو غير ذلك. أحيانا هكذا. اللهم أني أستخيرك برحمتك، شنو خيارة، خير للأفضل، لكن شنو في عافية، هذا كلش مهم في عافية. اللهم أني أستخيرك برحمتك خيارة في عافية. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم بعد ذلك الإنسان يستخير بالقرآن الكريم، هاي الطريقة، أو يقدم على العمل لأنه علق قلبه بالله بعد المشورة الكافية، يقول يا رب أنا حققت يعني اللي علي، فبقي الذي عليك، والله أكرم الأكرمين لا يخذله عند إذن. إذن اهدنا الصراط المستقيم تعني في المستجدات في المعنى الرابع، ولا ينفي المعاني السابقة، طبعا هذه بعضها يكمل بعضها. اهدنا الصراط المستقيم لدى كل فتنة، في كل أمر مستجد، في كل قرار مصيري أريد أن أتخذه، في كل مواجهة أواجهها. أحيانا فد حزب، فد جماعة، فد فرض شخص يواجهك ظلما ظالما لك، شنو الصراط المستقيم في طريقة التعامل مع هذا التيار المعادي أو فرض الجهة المعادية؟ شنو الصراط المستقيم؟ أتصدق لهم، أنكمش بالمرة وأتراجع، أتعامل بالحكمة، اللي هذا اللي هو الصحيح طبعا، انه الانسان يحاول انه الفتيل، فتيل النزاع، يحاول انه يعني ينزع هذا الفتيل بالحكمه، بالتواضع، بالتواصل، بالجسور الرابطه وبغير ذلك. اذن يقول تعالى، ولهذا البحث تم طبعا، احنا ذكرنا بعض تجليات الصراط المستقيم المصداقيه، فما تجليات الصراط المستقيم في الحجج، هذا البحث كلش مهم، وسنذكر بعض المصادق اللي عاده مو مسموعه اذا شاء الله. إذن ينبغي أن نكرر وأن نستحضر هذا المعنى دائما، والأمل بالله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا في مختلف مراحل حياتنا بقولنا اهدنا الصراط المستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.